رسالة أم عجوز إلى ولدها. ولدي الحبيب، عندما يحل اليوم الذي ستراني فيه عجوزا، أرجو أن تتحلى بالصبر وتحاول فهمي. إذا اتسخت ثيابي أثناء تناول الطعام، إذا لم أستطع أن أرتدي ملابسي بمفردي، تذكر الساعات التي قضيتها لأعلمك تلك الأشياء. إذا تحدثت إليك وكررت نفس الكلمات ونفس الحديث آلاف المرات، لا تفجر مني، لا تقاطعني، وأنصت إلي وتحمل تكرار أسئلتي. فعندما كنت صغيرا يا بني، كنت دائما تكرر وتسأل، وأنا أجيبك بصدر رحب إلى أن فهمت كل شيء. يا بني، عندما تراني لا أستطيع أن أجري، فأعطني الوقت الكافي ولا تنظر إلي بابتسامة ماكرة ساخرة، وتذكر أنني علمتك كيف تفعل أشياء كثيرة، كيف تأكل، كيف ترتدي ملابسك، كيف تستحم، كيف تواجه الحياة. ولدي الحبيب، عندما أفقد ذاكرتي أو أتخبط في حديثي، فأعطني الوقت الكافي لأتذكر. وإذا لم أستطع، لا تفقد أعصابك حتى ولو كان حديثي غير مهم، فيجب أن تنصت إلي. ولدي الحبيب، إذا لم أرغب بالطعام، لا ترغمني عليه، فعندما أجوع سوف آكله. ولدي الحبيب، عندما لا أستطيع السير بسبب قدمي المريضة، أعطني يدك، أعطني يدك بنفس الحب والطريقة التي فعلتها معك لتخطو خطوتك الأولى. ولدي، عندما يحين اليوم الذي أقول لك فيه إنني مشتاق للقاء الله، فلا تحزن ولا تبكي، فسوف تفهم في يوم من الأيام. حاول أن تتفهم أن عمري الآن قد قارب على الانتهاء، وفي يوم من الأيام سوف تكتشف أنه بالرغم من أخطائي، فإنني كنت دائما أريد أفضل الأشياء لك، وقد حاولت أن أمهد لك جميع الطرق. ولدي الحبيب، ساعدني على السير، ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر مثلما فعلت معك دائما. ساعدني يا بني على الوصول إلى النهاية بسلام، وأتمنى ألا تشعر بالحزن ولا حتى بالعجز حين تدنو ساعتي. ولدي الحبيب، حين تدنو ساعتي يجب أن تكون بجانبي وبقربي، وتحاول أن تحتويني مثلما فعلت معك عندما بدأت حياتك. يا علي الحرام عبدك وتكرم.